يخوض المنتخب الياباني الشهر المقبل نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها دولة الإمارات، وعينه على حصد اللقب لمواصلة إنجازاته في البطولة. ونجح الكمبيوتر الياباني في ترك بصمته بالمحفل الآسيوي، إذ أنه خلال 8 مشاركات فقط حصد اللقب في 4 مناسبات، كان آخرها عام 2011، لينفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة، متفوقاً على المنتخبين السعودي والإيراني اللذين توج كل منهما ب3 ألقاب. وتمثل المنتخبات العربية عقد لليابان في البطولة خلال السنوات الأخيرة، فمنذ نسخة 96 إما يتوج الساموراي باللقب أو يودع على يد منتخب عربي. ففي نسخة 96 خرج منتخب اليابان من ربع النهائي بالخسارة أمام الكويت، وتوج باللقب في نسختي 2000 و2004 قبل أن يحتل المركز الرابع في نسخة 2007 بعدما خسر في نصف النهائي أمام المنتخب السعودي. وفي عام 2011 حصد الكمبيوتر الياباني اللقب فيما ودع النسخة الأخيرة عام 2015 من الدور ربع النهائي أمام منتخب الإمارات بركلات الترجيح.